انا اسالك يا اخوان مذاكرين والله بعدي شغموم والله يحق له دام الشغموم يحق له يا الربع وين متعب بالرقعان على نهاية برنامج يا اخوان والله ما ودنا بخصم معاه الى نهاية الفقرة يجي وهو نايم بطانيته راضي يجاوب ويروح عشان ما يجي خصم 3000 نقطة بدو القريني شغموم القرية يلا حيا شبابك الله يبقى وش علومك خير الله يطول عساك طيب خير ديالك امورك كيف كلش زين زانت حياتي شغموم والله واخوي عيش غامض كيف الحاشية معك يا شغموم والله طويل العمر الامور طيبة انا قلت اكثر له. واحد متعبك ولا واحد مزعج ولا شيء مرة يقروش والله طويل العمر انا قلت لهم استانسوا استانسوا طيب واحد يغني صوته شين ما في الا زياد ما في الا زياد؟ انا شايف مقطع غلط اوكي عطوا مساحة القريني عطوا مساحة القريني سؤالك يا عبد الله يقول ما اسم الكوكب الابعد مسافة عن الشمس عطارد الزهرة زحل بلوتو ركزوا لي على الشباب يا اخوان اي واحد يشر اشاره شيء طبعا على نهايه برنامج ودي خصم كلهم توقفوا عطارد حمد يشر عشره بس ما فهمت عطارد عطارد ايه مثبت ثبت لا تصفق اصبر اي رمحه رمحة؟ إيه؟ دامها رمحة عطونا الإجابة عزلنا رمحة والله كانوا يديك تجاوب مبسوط العالم كلها قاعدة تجاوب تكفى تكفى عبد الله حسين حيد العين وجهك اختار صندوق عبد الله معوض خير الصندوق عطنا الصناديق اختار صندوق خلينا نشوف حظك ايش كان نعطيك عطونا الصناديق يا اخوان اثنين عطنا الصندوق رقم اثنين إضافة 200 نقطة معوض خير يا عبد الله بدأ يعطيك العافية الله يعافيك رحبوا معي صاحب الكاب الجميل والتيشيرت الأبيض الجميل طويل القامة حسين الصيحري مرحبا يا حسين الله يبقيك يلا حيا الله يبقيك هلا بالنجم الله يطول عمرك هلا 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 من المبدع يا رب يطول عمرك دخلت البرنامج يوم كم؟ يوم 30 الظاهر يوم 30 على الثلاثينات بس ما ادري متى دخل رايد يوم كم؟ يوم 72 اتوقع او 71 جلست مع رايد يوم انه جاء الله الله اعطيته معلومات الله الله وش اول شيء قلته الرايد؟ رايد احصان ولا توصى وعارف الشغله كامله حافظ حافظ عنده سي في على البرامج نعم حلو الله طيب بتجاوب؟ ان شاء الله يا رب لاني انصدمت من عبد الله القريني يا اخوان عطونا سؤال حسين سؤالك يا حسين يقول وش يقول في أي عام تم افتتاح أول بنك في العالم 1930 أوكي في أي عام آسف يا أخوان في أي عام تم افتتاح أول بنك دم في العالم 1930 1940 1950 1960 يا رب انك تجاوب صح سهلا ان شاء الله الوقت معك خذ وقتك اتمنى ان الجميع يجاوب صح صدمني عبد الله يا اخوان في اي عام افتتح اول بنك في العالم اول بنك دم في العالم واضحه وشو 1940 اثبت ثبت ثبت لي هذه الاجابه تعال معي يا مخرج شوفني مخرج الو شوفني الحمد لله اهلا وسهلا انت مركز على الشباب ولا ما انت مركز ركزوا لي على الشباب لان مو معقوله حسين يعني ذكي مره وجاوب صح ركزوا على الشباب يا اخوان اعطونا اجابه حسين ركزوا لي على الشباب معي مخ ما عليك ركزوا لي على الشباب يا اخوان ركزوا لي على الشباب اللي جالسين اعطونا الصناديق من 31 لحسين شو ودكم
أربعة أربعة أربعة. عطنا صندوق رقم أربعة لحسين. لك ولا عليك صندوق اللي بعدك لك. يعني اللي بعدك من؟ عبد الله عبد الرحمن مرحبا بك. صندوق عبد الله لك. يعطيك العافية حسين. عبد الله أنت ورفيقك. والله لو تجي والله لو تجيب لي خصم ما هو بزين. بالبل بيجيب الخصم ذل. شوف بالله حط وجهه. ابشر بالسعد. لا لا قدام بس شو وجهه من عندك. الله يحفظك. مسامع الله نحبه. خلي هنا نهاية. لا الله يطول عمرك. الله انك. اوكي ناخذ اسئله. اوكي ناخذ اسئله. وش سميت سالمة؟ ايش اسمه؟ سالمة 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 سالم سالمة سالمة. اقول الله يخليها لك. الله يجزاك بالخير. بس قاعد تنتفض ترى. طبيعي؟ طبيعي. حلو. اعطونا سؤال عبد الله خلينا نخلص بسرعه الوضع. فكنا على الله. سؤالك يا عبد الله يقول يا ويلك لو ما جاوبت صح. من اول من ولي على مصر بعد فتحها؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ركز لي على الشباب يا مخرج تكفى. الاجابه اخذ راحتي سهل جدا. خذ راح. عمرو بن العاص. ثبت ثبت ثبت. ابوك يا القهر. اعطونا اجابته. كلهم صح يا اخوان، كلهم صح. مذاكرين بعدي ولا وش السالفه؟ ركزوا لي عليهم تكفون يا اخوان. يا رب خصم. اوعدكم الاسبوع الجاي والله لا اصعب الاسئله. طيب اعطونا الصناديق لعبد الله عبد الرحمن. وكان صندوق الحين بيجي لحسين. اي بيروح لحسين الصندوق. طيب حسين رقم كم؟ 9. لا 18. اعطونا صندوق رقم 18. مبادرة خلال 48 ساعة. يلا روح. من غير وين حسين؟ بيك. من غير استخدام فريق دعمك. ابشر. مبادرة تسويها خلال 48 ساعة، من اللي سواها المرة الماضية معنا؟ فهد. فهد القحطاني. ونعم يا الفهد، الفهد راكد اليوم. شبيب ترى شلونك يا فهد؟ الله يبشرك. شو اخبارك؟ والله كلها جانا بعد شوفتك ابو شبيب. الله يطول عمرك، مبروك شوفت عايض اخوك. لبيه. اقول مبروك شوفت اخوك عايض. الله يبارك فيك جعلني في دارك. شوفت اخوك عبد الله. عبد الله وبيض الله وجهه محسن. استاهل ابو محمد. وانا قلتها اليوم ودوم نسخة مراجل اثبتت انها مدرسة للمراجل. رضا 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 من ابا. عليكم زود يا حبايبي. سم. باقي سؤال لسالمة. سالمة خلها تساعد حسين في المبادرة خلال 48 ساعة. يلا دن. الله يعطيك العافية. خلاص مبادرة طيب. مبادرة عرفت بالحياة. رحبوا معي بملك الرياليتي انا اسميه. قالوا اسمه عبد الله العلياني.